انا غدير طالبه في ثالثه اعلام جامعه القاهره. احنا نازلين النهارده عشان بننادي الطلاب المعوقلين، الطلاب اللي اتاخدوا بدون اي تهم واتاخدوا من بيوتهم واتاخدوا من مظاهرات سلميه عشان بيعبروا عن رايهم واترموا في الزنازين. واخر المطاف ان احنا شفنا واحد بينتقل واهله راحوا يستلموا جثته انه غرقان او محروم في اسم الدقي، طالب في هندسه القاهره. الطلبة من حقهم يعبروا عن رأيهم أيا كان وضعهم، مادام بيعبروا عن رأيهم بسلمية سواء جوة الجامعة أو برا الجامعة، الطالب خط أحمر ما ينفعش حد يجي جنبه. مش هنسمح بأن أصحابنا يعتقلوا وإحنا قاعدين في الجامعات بنتعلم، ويا ريت حتى المؤسسة التعليمية شايفة شغلها، لكن إحنا بنشوف مشاكل تانية في المؤسسة التعليمية بتخلينا لا إحنا عارفين نتعلم ولا إحنا عارفين نعبر عن رأينا. المؤسسة أصلا كلها فاشلة، فمادام فاشلة بقى يبقى خلاص ننزل نطالب بالحرية لأصحابنا ولزمايلنا المعتقلين، ومش هنروح الجامعة ومش هنتعلم. احنا بننادي كل طالب جوه الجامعة، اوعى تفتكر ان نزولك المظاهرات او تنادي بان الحرية للطلاب ده هيعطل من مسيرة التعليمية ابدا. انت اصلا ما بتتعلمش، انت اصلا في مؤسسة فاشلة بتاخد فلوسك، ويا ريتك تتعلم حاجة. انزل طالب بحق اخواتك علشان بتحلل حتى العلم اللي انت بتاخده، انزل ادفع الزوم معاهم عشان في اي وقت احنا في وقت اي حد ممكن يعتقل، اي حد ممكن يتاخد بسبب انتمائه او رايه. طب في اي نوع من انواع التنسيق مع جامعه عين شمس والجامعات الثانيه؟ احنا بنسمع عن اتحادات طلاب مختلفه، يعني بلال مثلا اتقتل امبارح في المسيره بتاعت عباس العقاد، هو اصلا طالب هندسه عين شمس، واتحاد طلاب هندسه عين شمس نزل معانا النهارده بس سابونا وراحوا يحضروا الجنازه بتاعته، لان الجنازه طالعه بعد صلاه العصر. هندسه المطريه، كذا كلية معانا بينسقوا لأن الطلاب المعتقلين من كذا كلية، حلوان كذا مكتب. محمد سرحان، مسؤول طلاب حزب الدستور جامعة عين شمس. احنا من 3 ايام بدأنا ننسق ان احنا عايزين نعمل حاجة للمعتقلين، غير ان احنا بنقدم طلبات للوزارة او للحكومة مجمل للإفراج عن الطلاب المحبوسين. حصل بالامس ان في طالب في اعدادي هندسة عين شمس ودي كلية بتاعتي استشهد في ميدان الساعة عند أول عباس، كان في مظاهرة سلمية بشكل كبير مع الناس اللي بتنادي بحقوق الناس اللي وقعت في رابعة. حصل حركة طلابية كبيرة جدا في الكلية النهاردة. بدأنا اللي احنا ان القضية مش قضية فصيل سياسي، احنا معظمنا من فصائل سياسية ضد الإخوان المسلمين، ولكن دلوقتي في طلاب سلميين مستحيل هيكون طالب لسه ما كملش 18 سنة ورايح بشورت والتيشيرت وشنطة المظاهرة هيكون إرهابي. المفروض اللي احنا ثورة 25 يناير وموجاتها بعد كده لغاية ما وصلنا 30 يونيو هي بتنادي بالحرية، والحرية المفروض ان النظام بيدافع عن حرية المعارضة بتاعته قبل ما بيدافع عن حرية المؤيدين. لما يكون في نظام دلوقتي بيتبع نفس الأساليب اللي الناس صارت علشانها في 25 يناير في الموجات المتتبعة لثورة 25 يناير لغاية ما وصلنا 30 يونيو، يبقى كده في خطأ كبير. كده احنا بنكرر نفس مأساة علاء عبد الهادي ونفس مأساة محمد مصطفى كاريكا ونفس مأساة جيكا وكريستي. تقريبا النظام في مصر ما بيتغيرش، نفس الفكر بتاع الداخلية في أيام مبارك هو نفس بتاع مجلس عسكري، هو بتاع محمد مرسي، هو الوقت بتاع حكومة البلاوي والسيسي والمجموعة اللي معاه. احنا بنناشد الوزراء اللي احنا متوسمين فيهم خير ان هم يستوعبوا الطلاب، بدل ما الطلاب دلوقتي بدأوا يتمردوا، ولو الطلاب اتمردوا يعني النظام في مشكله، ويعني النظام ده مش هيفضل كتير. طب ايه الخطوات التصعيديه اللي انتوا ناويين تعملوها؟ قررتوا حاجه؟ احنا دلوقتي دي اول خطوه، اول مره ننزل الشارع من 3 شهور او 4 شهور. في خطوات جايه، احنا نزلنا الشارع، واحنا قبل ما ننزل الشارع قلنا ان ده كان الانذار الاخير، تقريبا الانذار الاخير، مع السلطه ما عطوش اي اهتمام، فبالتالي على بياخد تدور دوائر، يعني ده احلى حاجه. طيب انت في تنسيق مع جامعات ثانيه؟ كان تنسيق مع اتحادات، كان اتحاد جامعه عين شمس واتحاد بنا واتحاد حلوان واتحاد السياسه واقتصاد واتحاد هندسه في جامعه القاهره وحركات طلابيه، طلاب حزب الدستور، طلاب التيار الشعبي، طلاب مقاومه، طلاب احرار عين شمس، طلاب مصر القويه، طلاب الحريه في هندسه عين شمس. معظم كل الناس اللي نازله ان كانت اتحادات طلابيه او كان حركات طلابيه، عشان بس محدش يزايد على اي شيء، هي حركات طلابيه، واتحادات طلابيه كان موقفها واضح من 30 يونيو، ولو احنا هنقول هم اولاد 25 يناير وهم اولاد 30 يونيو، فبالتالي اي مزايده من اي نوع من طلاب الاخوان ده مش حقيقي اصلا.